انا تصراحه لاتي حتى 18 جوان كل رحله ب 302 حاج. هاكم شفتوا لاحظتوا معنا يعني كل يعني الظروف يعني جيده ما دام يعني كل المصالح نتاع الدوله متواجده، والحمد لله يعني ان شاء الله منا على بعض سويعات ان شاء الله تنطلق الرحله مع الخطوط الجويه الجزائريه. مطار ربيع بطاط يعني ما اشتغلش يعني منذ عامين، اليوم انا ان شاء الله سنرجع الحركيه نتاعو في هذه الرحله ان شاء الله نحو البقاع المقدسه، ان شاء الله يروحوا يعني بسلام ويرجعون بسلام ان شاء الله. اشمل الرحلات التي ستكون ان شاء الله من مطار عنابه هي 9 رحلات، اليوم هي الرحله الاولى نحو البقاع المقدسه. عدد الحجاج على متن الطائرة الذين سينتقلون الآن بإذن الله أو بعد قليل إلى البقاع المقدسة حوالي 300 حاج. الآن تجري الخدمات المتصلة بهذه الرحلة من الشؤون الدينية إلى الخطوط الجوية إلى مصالح البنك إلى الجمارك إلى مصالح الشرطة، تجري الآن على قدم وساق. نحن نعيش أجواء تنظيمية نستطيع أن نقول عنها أنها جيدة، بسم الله ما شاء الله. نحن نعيش تأطير متكامل من كل المصالح ومن جميع يعني الإدارات وبكل الوسائل. إن شاء الله تعالى نعد إخواننا الحجاج أننا سنكون عند حسن ظنهم بما أوتينا من جهد ممثلين للديوان الوطني للحج والعمرة. الحمد لله أنمن علينا بهذه النعمة بفضل من الله سبحانه وتعالى. نتمنى من الله القبول والتوفيق، ونتمنى أن نكون خير السفراء بإذن الله لدولتنا. الشعور تاعي وليدي ما يتوصفش، خلاص قعدت نستنى فيه، خرجت قدام كوفيد دروك ونسهل لي ربي باش نروح. نحمد ربي ونشكره عسى عظيم، وندعي لوليداتي وليدات المسلمين ولبلادنا ربي ينصرها ان شاء الله، وربي ينجحها وربي على كل البلدان ان شاء الله يا ربي. ما عمريش فرحت فرحه في حياتي كي الفرحه هذه. ربي ان شاء الله نروحوا بخير ونرجعوا بخير، وربي يحفظ بلادنا وعبادنا، وربي يحفظ وليداتنا ان شاء الله يا رب.